ديال ان المسرح مات في المغرب. المسرح حي يرزق، والدليل على ذلك هو الكم الهائل ديال الفرق المسرحيه. نعطيك مثال بسيط، وزاره الجاليه دارت واحد المشروع ديال انها تصدر واحد المجموعه ديال المسرحيات الجاليه، وسوقات 40 فرقه مسرحيه اللي دارت في العالم عند الجاليه. هذا المسرح ميت، بالعكس المسرح حي. وكاين خلاف مهم ان دابا الان ولا عندنا تكوين بالنسبه للشباب اللي هما خريجي ديال المعاهد، التكوين عندهم تكوين اكاديمي، وكاينه فرق وكاين شابات واعده، شابات يعني مهمه جدا من ناحيه المسرحيه، لا من ناحيه الموهبه ولا من ناحيه التكوين ولا من ناحيه الاداء. وهي كتبقى قضيه ديال الشكل المسرحي. كاين تجارب قويه ومهمه، والدليل على ذلك هو انهم خداو جوائز بزاف ديال المهرجانات، ودائما الحمد لله المسرح بخير. ونتمناو ان شاء الله بحول الله ان يكون الخلاف، لان الجانب اللي شويه اللي تنقدو هو واحد المسرح كله خدا واحد اتجاه معين، وتنساش شويه المسرح الكلاسيكي، المسرح اللي هو العائلي، المسرح ديال اللي فيه فرجه مسرحيه، بدا كاين شويه كينقرض، ولكن المسرح كاين.